السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالزملاء والأصدقاء في الحلقة السادسة والأخيرة من موضوع النيل وتغير مجراه عبر العصور عند مدينة القاهرة منذ الفتح العربي لمصر حتى الوقت الحالي، وذلك بتوقيع ما ذكره الأستاذ محمد رمزي في بحثه المنشور في أربعينات القرن الماضي حتى على جوجل إيرث، وكيفية الاستفادة منه حتى الطباعة. فعلى بركة الله نبدأ، ولا تنسوا المشاركة والدعم بالإعجاب والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. هنقوم بفتح جوجل إيرث وإيضاح المسارات التي قمنا بعملها مسبقا، الظاهرية كلها، ونقوم بوضعها داخل فولدر جديد لشكل تنظيمي من ماي بليسز، كليك يمين ادد فولدر ونسميه محمد رمزي، نعمل اوكي ونضع كل الفايلات او كل المسارات اللي تمت، ندوس على شيفت ونختارهم كلهم ونحطهم داخل فولدر جديد. دلوقتي لو دوسنا عليه هيظهر ويختفي. ثم نقوم برضو بنفس الموضوع، عمل فولدر جديد ونسميه محمد رمزي ولكن نقاط، نعمل اوكي وناخد النقاط اللي قمنا بعملها مسبقا والتي تبين مسار النيل وتطور طروحاته. شيفت وكده بقى عندنا فولدرين مهمين، نحفظ كل واحد بمسار كي ام ال، هنشيل سيف بليسز از، اختار الديسكتوب مثلا، نعمل نيو فولدر ونسميه محمد رمزي، عندي فولدر جديد مسبق اسمه محمد رمزي، نعمل اوكي وهنخليه كي ام ال سيف. زي ما عملنا النقاط هنقوم بعمل المسارات، هنعلم عليها برضو وسيف بليسز از نفس المكان كي ام ال زي ما هو ونعمل سيف. نقفل جوجل ايرث، نتجه للمكان اللي تم فيه حفظ المسارات محمد رمزي 2، هنلاقيهم سايفين. لو ندوس عليهم للتأكيد نفتح كي ام ال، انتظر ثواني، هنلاقي المسارات اهي. ولو اتجهنا للنقاط هنلاقي اتحققت كمان. نقفل جوجل ايرث، وبذلك تم حفظ كل من المسارات والنقاط في ملف كي ام ال ممكن الاستفادة منهم واستدعائهم في أي وقت. في نقطة أهم نسيت أقولها قمت بها ولكن لم أسجلها، وهي إن في حركة تنظيمية لابد لملف جوجل إيرث، هحاول أبينها تاني. أما قمت بعمل الملفين السابقين قمت بإعدادات داخل الملف، وهي Tools Options، واخترت في Show Latent Blank اللي هو مبقاش degree ولا اللي هي درجات ودقايق وثواني، اخترت Universal Transfer Ratio اللي هو باختصار الـ UTM عشان يبقى متناسق مع
البرامج التانية اللي هستخدمها. هو دلوقتي اللي هو النظام العالمي لدرجات للطول والعرض، ونعمل اوكي. انا كنت عامله مسبقا، وفايلين اللي فاتوا معمولين بنفس الطريقة. هنقوم دلوقتي بتحويل ملف محمد رمزي مسارات الى ملف اوتوكاد. هنقوم بذلك عن طريق ملف جلوبال، برنامج جلوبال مابر، هنفتحه الاول. ثم open data files، ونختار الملف open. هنلاقي دي ملف اتحمل، والمقياس الرسمي موجود بيكبر او بيصغر حسب الايه كبر البعد. هنقوم بعمل تنظيمه، وهو الايقونه اللي بشكل الاعدادات دي، ونخش على projection، ثم اختيار الاسلوب التنسيق لخطوط الطول والعرض، وهو هيبقى UTM زي ما احنا منسقين في ملف جوجل ايرث. هو موجود UTM اهو في الاخر، وطبعا WG84، وهنخليه متري، ونعمل اوكي. كده اتظبط. نحوله بقى ملف، هنلاقي فايل اكسبورت، ونختار اكسبورت فيكتور، ومن هنا نختار دي اكس اف، ونعمل اوكي 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 تاني. هنختار المكان اللي هنحفظ فيه ديسكتوب برضه محمد رمزي 2، ونسميه مسارات محمد رمزي. ونعمل اوكي. كده السيف. هنتأكد الفولدر هنلاقيه موجود اهو، نفتحه. فتح معانا الملف اوتوكاد. هنيجي نروح دايسين على العلامة، وهنلاقي ادي الفايل موجود قدامنا. نداله الكتابات اللي مش واضحة دي، كليك يمين، ثم سيلكت سيميلار، حددهم لي كلهم، ديليت، وادي الفايل. طبعا نقدر نحط الدرجة، ممكن نغير، نعمل هاتش لأي حاجة بحيث يطبع بشكل احترافي اكتر على سبيل المثال مثلا. هاتش. ادي حددنا مثلا جزيرة الزمالك بشكل معين، يعني ممكن كذا طريقة نعمل بيها. نقفل الملف، مش هنسيف. نتجه مرة أخرى إلى برنامج جلوبال مابر في الملف المفتوح، وعايزين نطبعه مع السكيل المتواجد في فايل PDF مباشرة. هنعمل فايل اكسبورت برضه فيكتور، ثم نختار PDF، نعمل أوكي، خليه على بدل A4 A3، شيء كبير شوية، نعمل أوكي، ونختار ديسكتوب ونسميه رمزي. نخلي بالنا لازم نكتب بالانجلش لان ما بيدعمش العربي. نعمل اوكي. كده المفروض لو السيف. هنلاقي الملف هو متواجد على الديسكتوب، نفتحه
نفتحه ظاهر قدامنا الاسكيل ممكن نطبع مباشرة. دلوقتي لو عايزين نضع كل النقاط اللي تمت قبل كده زي مثلا النقاط دي في ملف في شيت اكسل باحداثيات، هنقوم بعمل الاتش، هنحفظ كل مسار على حدة، هنقول فايل ونختار على الديسك توب، نعمل فولدر جديد اسمه بوينتس ونسيف كيميل، ونستمر في الباقي على نفس الوضع. كل ملف على حدة عشان جلوبال مابر ما يعملش مشكلة اما يكون عدد النقاط عنده كتير والارقام مختلفة. دلوقتي انتهينا من تحويل كل المصادر دي كلها النقاط دي كلها الى ملفات بي ام ال. نتجه الى جلوبال مابر، ونعمل اوبن ونختارهم كلهم، نعمل اوبن. يتم تحميل الملف ملفات كلها. اوكي. هنلاقي تم تحميل النقاط الشرق والغرب كل تفاصيلها. نعمل مراجعة على الاتجاهات، هنلاقي الـ UTM زي ما هو و 36 Nursing و WGS 84 والمترز زي ما هو. نعمل فايل سيورت فيتو، هنختار بقى CSV ده اكستنشن لبعض فايلات الاكسل، ونعمل اوكي. هنحدده في البوينتس تاني ونسميه نقاط بوينتس، نعمل سيف. خلاص كده اتحفظ. نفتح الفولدر ونفتح البوينتس ملف اهو بيفتح باكسل عادي، نعلم عليه، هنلاقي اهو حدد لنا الاكس والواي بتاع كل النقاط اللي عندنا من واحد إلى، طبعا كل نقطة ليها شكل معين. هنبص هنا مثلا حلقة الطرح الغربي أهو مثلا نقطة واحد لحد نقطة تمانية، الطرح الرابع نقطة واحد لحد، وهكذا. كل الأشكال عبارة عن الإكس والواي بتاعنا والوصف بتاع النقطة. ممكن بعد كده نختصر بقى ونكتب الشاطئ الشرقي ولحد ما نخلص من الشاطئ الشرقي هنا، النقاط بتاعته بالكامل لحد النقطة 26 كوبي سيلز، فبقت أسهل عندنا الشاطئ الشرقي نقطة واحد نقطة اتنين. نيجي مثلا الشاطئ الغربي، وهكذا برضو نستمر في قبيلات الحاد نقطة 15 لحد ما ينتهي الشاطئ الغربي.
نيجي هنا الطرح الأول وهكذا، يمكن التعديل عليه بشكل طوق، وعندنا شيت إكسل كامل بالإكس والواي للنقاط. دونت سيف. دلوقتي هنبين اللي احنا عملناه. عندنا ملف كي ملف PDF من جلوبال مابر، فايلين PML، كذلك ملف اوتوكاد، طبعا قمنا بالتعديل عليه وعمل هاتش بالالوان لكل طرح من النيل على حده. هنقوم قمنا بتحويله لملف PDF اختصار للوقت. كذلك فاضل اللي احنا نقوم بالطباعة مباشرة من جوجل ايرث، يتم ذلك عن طريق دوس على سيف بيكتشر از، سيف ايمج اهي، ونختار الريزولوشن اللي احنا عايزينه. فهنختار ريزولوشن عالي شوية شي دي، ممكن نكتب كمان نسميه هنا اللي احنا عايزينه، فسميناه تغيير مجرى النيل نيل وطريمة جار محمد رمزي، وندوس Save Image، هنقول Save. هنلاقي الصورة اهي. هقوم بإرفاق ملف الـ PDF وملف الصور وملف الـ KML بالمدونة الخاصة بي، وهضع لينكها أسفل الفيديو للاستفادة. ويجب تكون الحلقات قد أفادتكم، وممكن أن تنفذوها على أي مشروع لديكم بعمل مساعات لها على جوجل إيرث، ثم إظهارها بشكل أوتوكاد أو مباشرة من جوجل إيرث أو من خلال جلوبال مابر. شكرا لحسن استماعكم، وإذا أعجبتكم الحلقة والحلقات السابقة أرجو الاشتراك ليصلكم كل ما هو جديد من القناة، وكذلك الدعم بالمشاركة واللايك. شكرا لسيادتكم.